بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، اهلا اخواتي في الله، كراكم دايرين لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جمعه مباركه على الجميع. اليوم جبت لكم بسطيله على طريقتي، يسمحوا لنا خوتنا المغاربه بدلنا في الطريقه، انا درتها مالحه، احنا ما نحبوش المالح مع الحلو. بعد نشرح لكم الكيفيه كيفاش درتها، راكم تشوفوا يتقرمش ما شاء الله. درتها بطريقة سهلة، بسم الله. بديو في المقادير، صدر تاع الدجاج والبصل، بصل كيلو بصل مقطع رقيق قطعوه بيدينا، نحطو الكوكوط فيها زوج مغارف تاع زيت، خلوها تحمى، نقلو البصل مليح، نخلو البصل تقلى هايا، نحطو صدر تاع الدجاج يتقلى مع البصل، نخلوهم على نار متوسطة لمدة نصف ساعة، تقلى مليح حتى البصل كامل تطلق معها والدود ما يبقاش فيها. نزيدو معدنوس قطع رقيق في الورق، عود قرفة، خلوهم يتقلو مع بعضهم، بلعو عليهم الكوكوط، شوفو البصلة تطلق في الماء تاعها، كل مرة نحركو حتى تدبل كامل هاديك البصل، نزيدو شوية ملح، كل واحد على حساب شحال زنجبيل سكنجبير كركم قرفة صغيرة كركم والحرور فلفل أسود، خلوهم يتقلاو مع بعضهم، طيبي في ماها تشوفو الماء تاعها، خلوها حتى تنشف غاية تتدبال البصل، تشوفو بالتقلية تشوفو هودت. انا ضفت عليها نص كاس ماء وبلعت عليها كوكوط نص ساعه، ومن بعد طفيت عليها، كي طابت نخرج الصدر تاع الدجاج ونحي العود تاع القرفه، البصل ما بقاش فيها صحيح، بقات ولات قليله، نخليها تنشف من الماء تاعها مليح مليح، نحط نجيبو البيض، كل واحد على حسب افراد العائله، كل واحد شحال يدير، تحبوا 4 5، تزيدوا لهم شويه ملح، تحركوهم وتبقاو تضيفوا بالعقل ويديكم، ما يحبسوش على التخلاط من الغرفة تاع الحطب، تخلطو هاكم كيما راكم تشوفو، نضيفو بالعقل بالعقل ونخلط حتى يتجانس الخليط مليح وينشف ما يبقاش فيه الماء، كي يجي ناشف باش ما يطرناش الورق تاع الديول، حنا ندور عليه يجي مقرمش، تنكمل كامل البيض وانا نحرك ما نحبسش حتى ينشف مليح مليح، دوك تشوفو نحيت يدي عليه كامل، نخلوه حتى ينشف، وصدر الدجاج كي يبرد نفتوه شوية شوية كيما راكم تشوفو هكا يبدينا، ونخلوهم يبردو كي البيض كي صدر تاع الدجاج، ندوبو شوية زبدة نخلطوها مع شوية زيت، نزيدو لهم مغرفة صغيرة فلفل أحمر، نخلطوهم فلفل أحمر باش يعطينا لون للديول تاعنا، باش يجي متحمر، نخلطو البيض مع البصل ومع صدر الدجاج كامل، نخلطوهم مليح، جيبوا البلان دهنوه بهذاك الخليط تاع الزبده مع الزيت، ونبداو ندهنو الديول وحده بوحده، ندهنوهم مليح، غادي
نحطوها في الأول في البلاط. ندهنها غاية حتى مع الطرايف. نزيد ندهن الورقات الاخرين كل واحد على حسب البلان اللي عنده. انا هذه راك تشوفوا جات قريب كيما الحبه تاع الديول. نزيد ندهن حبات اخرين والنص نديرو في من الداخل والنص لبرا باش هذيك الاطراف اللي راه من برا نعاود نبيها من بلع على الحبه تاع البسطيله. الورقه اللي نديرها ندهنها مليح مليح بعد بليدان. البلاط تاعي متوسط عليها، رفتت لي واحدة في الأول وزدت ثلاثة مع الطرايف. إن شاء الله تكون الطريقة واضحة جيكم سهلة إن شاء الله. نجيبو الخليط نحطوه في البلا ونسقموه نيشان ونبلعو عليه. هنا خواتاتنا المغربيات يحطو الطبقة الأولى يديرو السكر واللوز، اللوز محمر ومطحون، ولا اللوز محمر مطحون مع العسل يحطوه الطبقة الأولى، ويزيدو هاد الخليط اللي ديرنا حنا تاع الدجاج والبصل والبيض، ومن بعد الطبقة الثالثة يحطو تاني عاود السكر واللوز وعاد يبلعو. حنا لا، حنا اكتفينا بكيما هاكا. حنا واللي يبغي يديرها يديرها، معليش اللي يبغي الحلو مع المالح. ونبلع هذاك الاطراف اللي من كامل. احنا درناها مالحه ما فيهاش حاجه حلوه، البنه تاع القرفه اللي شويه البصل فيها بنت الحلاوه. نزيد ندهنوا وحده باش نبلعوا بيها وندخلوا مع الاطراف مليح مليح باش ما البسطيله ما تنحلناش. ندهنوها حتى مع الطرايف. ان شاء الله تكون الطريقه واضحه. تشوفوا راني ندخل هذوك الحواف مليح. بالظهر تاع المغرفه راني نضغط عليها مليح باش تجي مبلعه غايه. نزيد ندهن لها وجهها مع الخليط اللي بقى لنا تاع الزبده مع الزيت مع الفلفل الاحمر. نزيد نهود مع الاطراف. نجيبو صفار بيضاء نخلطو وندهنو به الوجه تاع البسطيله. هذا تزيين، اللي عنده فرماج غوج ولا اي نوع يدير من الفوق يدير كما يحب. انا عندي ديول دوك نفتت شويه ديول فوق هذا الصفار البيض يجي تاني شباب. كل واحد يزين كما يحب هو. انا فتت في الديول ونزيدو على الوجه تاعي يجي ما شاء الله. ونشعل الكوشة نحمروها من تحت، كنشوفوها حمارت مليح من تحت نعاود نشعلو لها من الفوق حتى نشوفوها حمارت. هيا أنا نقدمو. هذا هو طبق التقديم، شوفوا ما شاء الله جات هي حتى حامية. ونحلكم فيها كتبرد تجي بنينة خير ملي تكون حامية. نحط معكم مرسو تفور تشوفوا مقرمشة.
جات ما شاء الله. نزيد نقسم ورسو معكم كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله. ان شاء الله جربوها، هادو من تحضيرات رمضان، ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والهنا. ان شاء الله ربي ياخذ هذا الوباء ان شاء الله يا رب. نساوناش اللي يدخلوا معنا جداد يشتركوا معنا ولا راكم معنا، ما تنساوناش اللايكات والمشاهدات، ربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ان شاء الله الطريقه تجيكم سهله وجربوها. استودعكم الله، مع السلامه.